المباراة الودية ولعب مع المنتخب اليوناني وتعادل السربي. يا ولد يا سلام، نعم ما في تعادل سربي الآن، ما عجز عن المهاجمين. يفعل المدافع برونو ألفيش، يسجل أخيرا، يجد الحل أخيرا، يفرح هذا المدرب في الوقت القاتل. يتفوق المنتخب البرتغالي في الثواني الأخيرة. لاحظ الكرة العرضية من جو موتينيو بالرأس بلقطة جميلة جدا، يسجل المدافع المتألق مع فينرباتشي ومع المنتخب البرتغالي برونو ألفيش، يضعها في زاوية صعبة 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 جدا على حارس المرمى أوتشي، حارس المرمى المتألق في هذه المباراة، لكن في هذه اللقطة ما استطاع أن يعمل معها شيء.